السلام عليكم طلبة مودرن أكاديمي مادة الإسكان في الدول النامية. معاكم دكتورة دعاء عبد اللطيف. النهاردة هناخد المحاضرة الثالثة في المادة. اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا. أول محاضرة خدنا مقدمة ومجموعة من المفاهيم عن الإسكان ومجموعة من التصنيفات البسيطة. المحاضرة اللي فاتت عرفنا إن في عندنا فرق ما بين فئات الإسكان، أو نقدر نسميها برضو مستويات الإسكان، وبين حاجة اسمها أنماط الإسكان. وزي ما اتفقنا إن فئات الإسكان بتعتمد على جوانب اجتماعية واقتصادية، أنماط الإسكان بتعتمد على جوانب معمارية وعمرانية. يعني الفرق ما بين الأنماط دي كلها يكون فرق في الشكل المعماري أو التوزيع العمراني أو الشكل العمراني للوحدات. كلمنا المرة اللي فاتت عن الفئات وأنواعها. طيب دي محاضرة المرة اللي فاتت. محاضرة المرة دي بقى هناخد الجزء الثاني وهو أنماط الإسكان. زي ما احنا شايفين إن أنماط الإسكان هنتكلم عليها على مستوى الوحدة السكنية، بعد كده على مستوى المبنى السكني، بعد كده على مستوى المجموعة السكنية. دي التقسيمة بتاعتنا اللي هنمشي بناء عليها خلال المحاضرة. أول حاجة هنبدأ في الوحدة السكنية. طيب في الوحدة السكنية بيبقى عندي ثلاث أنواع. أول حاجة ممكن الوحدة السكنية تكون مجرد حجرة مستقلة، ودي ما بيبقى لهاش منافع، يعني بيبقاش ليها خدمات، ما بيبقاش ليها حمام، ما بيبقاش ليها مطبخ، بتبقى معتمدة على المنافع بتاعة مثلا لو هي غرفة سطح فوق عمارة، بتبقى معتمدة على الصرف في العمارة أو غيره. هنلاقيها بتتواجد فين؟ زي ما قلنا فوق أسطح المباني، في الأفنية بتاعت العمارات، يعني اللي هي ممكن نقدر نقول مثلا ساعات بيبقى غرفة البواب أو الحارس بتاع العمارة، بيبقى عبارة عن غرفة في الفناء بتاع المبنى، ملهاش حجرات داخلية، هي مجرد هي في حد ذاتها بس غرفة، وهي أصلا معدة للسكن، يعني هي مش غرفة مخزن او اي حاجة وبدأ الناس تسكن فيها، لا هي غرفة معدة للسكن وهي فقط غرفة. طيب نيجي للبيت الريفي اللي هو بيبقى بيت متقسم حجرات، ممكن كل حجرة منها يبقى فيها اسرة. طيب هل ده كده هنعتبره ان كل واحدة منهم حجرة مستقلة؟ لا، لا هي تعتبر الحجرات الداخلية في البيت الريفي ان هي حجرات مستقلة. ده الوحدة السكنية اللي هي عبارة عن حجرة، أقل حاجة خالص من الوحدات السكنية. بعد كده نبدأ ندخل في شقة. الشقة دي بقى من أول شقة 30 متر ولا 35 متر لحد شقة، لحد فيلا حتى، دور أو دورين. طبعا الشقة بيبقى فيها فراغات مختلفة، بيبقى معاها الخدمات بتاعتها طبعا من حمامات ومطابخ، بيبقى معاها، بيبقى مكونة من عدد من الغرف، بيبقى ليها التيرس بتاعها، ممكن تبقى في دور أرضي أو في أدوار مرتفعة، ممكن تبقى هي نفسها دور واحد أو دوبلكس فيها ميزانين أو فيها سلم من جوه، ممكن الفيلا نفسها يتقال عليها إن هي شقة. يبقى الشقة مقصود بيها ان هي وحدة سكنية فيها مكونات الوحدة من جزء استقبال لجزء نوم لجزء خدمة، جزء عام جزء خاص، فهو ده الشقة. فاحنا ما بنتكلم على مستوى الوحدة السكنية ان انا عندي حاجة اسمها شقة، يبقى مقصود بيها مش شقة او فيلا، لا يبقى مقصود بيها وحدة سكنية بيسكن فيها اسرة، فيها المكونات الأساسية لوحدة السكن. طيب تالت حاجة هي أماكن سكن جوازية. دي أصلا ما بتبقاش معدل السكن، لكن
أسر بدأت استغلت الأماكن دي وبدأت تعيش فيها. زي إيه؟ أحيانا تلاقي عمارة بتتبني وجنبها كده جم ناس قعد بدأوا قفلوا بالخشب وقعدوا سكنوا جنبها، أو حتى ساعات بيبقى أرض فاضية بس معروف إن هيبدأ يدخل فيها بناء قريب. تلاقوا إن في أسرة جت وقفلت كده بالخشب وعلى قماش على أي حاجة، بدأت قفلت لنفسها مكان وعايشة فيه. فالمكان ده طبعا غير معدل السكن، ولكن هما أو الأرض دي مش المفروض هما اللي يسكنوا عليها، دي هيتعمل عليها مثلا عمارة أو غيره، فبيبدأوا هما بيسكنوا فيها بحيث لما بتتبني عمارة بيبقى هما الأولى بيشتغلوا البوابين أو الغفير بتاعها. طيب ممكن تلاقي أسرة ساكنة في جراج، واخدين جزء كده من جراج وساكنين فيه، ممكن الناس اللي ساكنة في أحواش المقابر أو المدافن وهكذا. فالمقصود بالأماكن سكن جوازية هي أماكن غير معدل السكن، بيبدأ الناس اللي مش لاقيين أماكن يسكنوا فيها بيبدأوا يحطوا حاجتهم ويعيشوا فيها. طيب ندخل على النوع التاني، أنماط الإسكان على مستوى المبنى السكني. طيب هنلاقي على مستوى المبنى السكني متقسمة نوعين، في وحدات مستقلة، يعني المبنى كله على بعضه هو حاجة واحدة، أو وحدات مجمعة. طيب نبدأ بالوحدة المستقلة، عندنا يا إما بيت ريفي اللي هو ما فيهوش مظاهر طرف، ما فيهوش سلالم، ما فيهوش تشطيبات، ولكن هو بيت بيسكنه عيلة، ممكن يتكون من دور واحد أو يتكون من دورين، لكن جواه مجموعة من الحجرات وبيتقفل عليها الباب الخارجي للمبنى. فالبيت الريفي أحد أنواع الوحدة المستقلة. النوع التاني اللي هو بقى سواء عندي فيلا سواء شاليه على البحر، بيبدأ إن ده برضو مبنى مستقل ليه برضو الباب بتاعه، بيتكون برضو من كذا دور. احنا لحد دلوقتي بنتكلم في حاجات مشتركة، اللي مختلف عنهم هو المستوى الاقتصادي بتاع البيت وأماكن تواجده. طبعا الفيلا بيبقى فيها سلم داخلي بيربط الأدوار ببعض، بيبقى ليها حديقة. الشاليه فبنلاقيه دايما بيبقى موجود قريب من الشاطئ وفي القرى السياحية. دي كده الوحدات المستقلة من المباني السكنية. طيب نيجي بقى للوحدات المجمعة، هنلاقي ان يا اما عندي منزل او عمارة. ايه الفرق بين المنزل والعمارة؟ المنزل بيتكون، هما فرقين اساسيين، يعني الفرق الاولاني عدد الادوار، هنلاقي ان المنزل معانا من دور لحد 5 ادوار، العمارة لا معانا من دور لحد 6 ادوار او اكتر. خلاص يبقى بدأ من 6 ادوار فيما فوق عمارة، اقل من 6 ادوار بنعتبره منزل. طيب الحاجة التانية ان المنزل بنلاقي في كل دور شقة واحدة فقط او حجرة او اكتر من مجموعة من الحجرات المستقلة. طيب احنا اتفقنا شقة واحدة بس، العمارة لا بلاقي فيها اكتر من شقة في الدور. طيب لو عندنا حاجة 6 ادوار وفي الدور شقة واحدة، يعني محقق شرط من ده وشرط من ده؟ لا، طالما معدي 6 ادوار يعتبر عمارة. طيب ايه تاني؟ بس هو ده الفرق ما بين المنزل والعمارة، ان المنزل لحد 5 ادوار، العمارة من بعد 5، يعني من اول 6 واحنا طالعين ده عمارة. المنزل بنلاقي في الدور شقة، والعمارة بنلاقي في الدور اكتر من شقة. طيب تعالوا بقى نمسك كده ايه نوع نوع من الانواع اللي قلناها، نبص عليه بصة سريعة. عندنا هنا قلنا الوحدات المستقلة
وبعد كده نتكلم عن الوحدات المجمعة. الوحدات المستقلة أي مبنى منفصل تماما عن جيرانه، يعني مفيش حيطة جار، المبنى من جوانبه الأربعة مفصول عن المباني اللي جنبه. تاني حاجة، قطعة الأرض عليها قطعة واحدة، يعني قطعة الأرض عليها فيلا، عليها شاليه، عليها قصر. نسبة البناء ممكن تختلف، الحديقة قد إيه ممكن تختلف، كبيرة أو صغيرة، ولكن زي ما نقول وحدة مستقلة، يعني منفصل تماما عن جيرانه وفي وحدة واحدة على كل أرض. بالنسبة للسعر، فالنوع الوحدات المستقلة هو أعلى أنواع المباني سعرا، وبرضو زي ما قلنا إن موقع الوحدة السكنية برضو بيأثر على السعر، يعني حاجة في التجمع مش زي حاجة مثلا في أكتوبر، فبنلاقي إن المكان برضو بيفرق. طيب الوحدة المستقلة دي ممكن ليها كذا تقسيم، يعني ممكن حاجة يبقى فيها جراج تحت الأرض ودور أول ودور تاني، لا ممكن تبقى 3 أدوار من خلال دور متوسط، يعني في دور نصه تحت الأرض ونصه فوق، وفي دور تاني فوقيه، وفي دور واخد بداية من مستوى الشارع فيبدأ من هنا ينزل أو يطلع، فده شكل تاني للوحدة اللي من 3 أدوار. خلاص أيا كان التقسيم الداخلي بتاعها، دي مجرد نماذج عشان نتخيل من جوه ممكن يبقى شكلها عامل ازاي. طيب ممكن يبقى عندي تعدد في الأدوار، يعني تعالوا شوفوا الفيلا دي عندي ليفل هنا وبنزل على ليفل وبطلع ليفل، وفي ليفل تاني هنا صغير، فعندي كذا مستوى. هنا كمان عندي دور تحت وبطلع قلبة وبلاقي دور جزء الريسبشن، بطلع تاني ألاقي الليفنج، بطلع ألاقي النوم، والفرق ده هو اللي بيديني فرق الارتفاعات من بره. تمام، فالوحدات المستقلة فيها مرونة كبيرة جدا في التصميم واختلافات كبيرة، ما نقدرش نقول ان هي محددة بشكل معين، عشان كده الخصائص الأساسية بتاعتها إن هي منفصلة من الـ4 جهات وقطعة الأرض عليها قطعة واحدة. طيب الوحدات المستقلة ممكن نلاقي جواها مجموعة مسميات. أول حاجة عندنا هي أول حاجة عندنا اسمها مانشن، هي عبارة عن وحدة مستقلة بس حجمها كبير جدا، يعني أدوار كتير، فراغات كبيرة جدا، يعني احنا ممكن نسميها حاجة زي قصر، سكيل قصر كده، حاجة كبيرة جدا. الحاجة التانية من مسميات الوحدات المستقلة الفيلاز، الفيلا طبعا. طب احنا ليه بنستعرض ده؟ لأن احنا ممكن نقرأ المسميات دي، وأنا قصدي أجيبها لكم بالإنجليش علشان تبقوا قادرين تعرفوا الفرق ما بين كل واحدة والتانية. فالمانشن كبيرة جدا في الحجم، الفيلا متوسطة إلى كبيرة. طيب في حاجة اسمها بنجالو، دي عبارة عن ايه؟ وحدة من دور واحد، وممكن يبقى فيه بدروم برضو، يعني مش لازم دور واحد خالص، لا ممكن يبقى فيه دور واحد وبدروم زي ما احنا شايفين هنا. فزي ما احنا شايفين هنا ده دور واحد، ده دور واحد وفي بدروم تحت، في بس اللي هي الفتحات العلوية دي اللي طالعة فوق مستوى الأرض، والباقي كله تحت الأرض البدروم، وممكن يبقى فيه ليفل أعلى، يعني جزء أعلى بارز من البدروم، وبعد كده دور واحد، فده ما يعتبرش دور سكني، هو بيزمنت. ودي بتبقى أشكاله. في حاجة اسمها الرانش، ده مبنى مكون من دور واحد ليه جراج وبدروم. في حاجة اسمها فارم هاوس، ده المبنى اللي بيبقى موجود في المزرعة. فهي نماذج كتير كلها وحدات مستقلة، ولكن في فرق ما بين كل واحدة والتانية، فاحنا لو سمعنا أي اسم من المسميات دي ممكن نقف قدامها منبقاش فاهمينه قوي، فبناخد فكرة عنه. طيب ايه مميزات وعيوب الوحدة المستقلة؟ هنلاقي المميزات
حرية التغيير والتعديل والتحسين والإضافة، بمعنى أنا عندي الوحدة بتاعتي كلها هي ملكي، الأرض بتاعتي، أقدر أعمل أي تعديلات في التصميم الداخلي، في التشطيبات، في الديكورات داخليا خارجيا وهكذا. تاني حاجة سعر البيع مرة أخرى اللي هو بنسميه الريسيل، لما باجي أبيع الوحدة بتفضل محتفظة بقيمتها، واللي بيبيعها طبعا بيكسب فيها لازلت، مع بالإضافة إن كل ما الوقت بيعدي طبعا العقارات بتبدأ أسعارها ترتفع فبتبقى مكسب. ميزة كمان مفيش أي مصاريف إدارية، مفيش اتحاد ملاك، مفيش بندفع نور السلم ولا كهربة السلم ولا مش عارفة صيانة ولا إيه، لأ هي كل حاجة صاحب البيت بيعملها أو ما بيعملهاش، بتبقى تكلفة عليه هو. نيجي بقى في العيوب، هنلاقي ده اللي كنا لسه بنقوله هيبقى هنا ظاهر معانا كعيب، ان انا مفيش اتحاد ملاك يبقى مسؤول عن صيانة الوحدة السكنية. كل حاجة صاحب البيت هو اللي لازم يلاحظها ويسرع في علاجها ويعمل لها صيانة، سواء داخليا او خارجيا. طبعا من عيوبها ان هي غالية جدا 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 بالنسبة لوحدة السكن العادية. من عيوبها برضو الاقل من حيث التواصل الاجتماعي، كل واحد في أرض منفصلة، في مبنى منفصل، مفيش فكرة الجيرة اللي زي تبقى مثلا موجودة في العمارة، ده يقابل جاره ونازل الصبح، مش عارفة راكنين من عربياتهم مع بعض، بيبدأوا يتكلموا يشوفوا ايه مشاكل العمارة، مفيش أي نوع من أنواع التواصل الاجتماعي مع الجيران المحيطين بيهم، فده يعد من مشاكل الوحدات المستقلة. ممكن تتحط كميزة لمحبي الخصوصية، فهي ممكن من المميزات بتاعتها طبعا تحقيق الخصوصية. طيب نبدأ ندخل على الوحدات المجمعة، ايه المسميات اللي ممكن تبقى موجودة تحت الوحدات المجمعة؟ اول حاجة الشقة او الوحدة السكنية او الشقة، ودي بتبقى موجودة جوه مبنى سكني وبيسكنوا او بيأجروا اسرة، الشقة العادية اللي كلنا ساكنين فيها. apartment building اللي هي عمارة سكنية مكونة من كذا دور زي ما قلنا 4 او اكتر، او ممكن نسميها 5 بقى او اكتر، وبيبقى جواها الوحدات السكنية او الشقة. في عندنا tower block عمارة سكنية لكن برج بقى مكونة من عدد كبير جدا من الادوار، زي ما احنا شايفين كده، دي مجموعة بلانز للأبراج، لازم طبعا الكور المصاعد السلالم والمصاعد موجود معايا، وبيبدأ يتبني على أساسه عدد كبير من الوحدات جوه كل دور، سواء واخدة بقى شكل في فينجرز كده، سواء شكل دائري، أيا كان الشكل، بس هي الفكرة بتعتمد على تجميع عدد من الوحدات في مبنى واحد. طيب ايه مميزات وعيوب الوحدات المجمعة؟ اول حاجة في المميزات عدم المسؤولية عن اي اعمال للصيانة الخارجية، عكس بقى الفيلا. في الفيلا كان من عيوبها ان الشخص هو اللي بيتحمل مسؤولية صيانة وتوضيب كل حاجة، لا هنا بيبقى فيه إدارة للعمارة أو اتحاد ملاك أو مسؤولين عن العمارة، وهم اللي دايما بيبدأوا يحصروا إيه النقط المحتاجة صيانة، إيه المشاكل الموجودة في العمارة أول بأول، وبيبدأوا يجمعوا الفلوس المحتاجينها من السكان ويعملوا الصيانة. فالأشخاص اللي ساكنين عليهم بس بيدفعوا المبالغ الشهرية ديت، ولكن مفيش اي مسؤولية فعلية في ان هما يبدأوا يشتغلوا في اعمال الصيانة الخارجية. المميزات برضو ان بيبقى ساعات العمارة او مجموعة عمارات، بالذات لو هو تجمع يعني كومباوند، بيبقى فيه حمامات سباحة، بيبقى فيه ملاعب، بيبقى فيه بعض الخدمات الترفيهية اللي بتبقى لكل مجموعة من العمارات. في الغالب بنلاقي العمارات موجودة في أماكن قريبة من مراكز الأعمال والتسوق، على عكس الفيلات دايما بيبقى ليها أماكن متطرفة شوية،
او اماكن خاصه يعني بس للسكن، مخصصه للسكن، مفيش اختلاط قوي في استعمالات الاراضي، بيبقى الاساس السكن. لكن العمارات بيبقى لا عادي، في الغالب بتبقى في اختلاط في استعمالات الاراضي، وبتبقى قريبه من مراكز الاعمال والتسوق. بالنسبه للسعر طبعا هي اكثر واقعيه عن الفيلات، يعني اي حد عادي بيبدا عايز يفتح يعمل بيت بيشتري شقة، إلا طبعا لو في الإمكانية المادية إنه يشتري فيلا، فالأسعار طبعا أكثر واقعية من الوحدات المستقلة. طب إيه العيوب؟ إحنا قلنا إن إحنا بندفع كل شهر، هما بيعملوا الصيانة. أهو الدفع ده في حد ذاته بيعتبر عيب، لأن في عبء مادي على السكان، إن المسؤولية عن يعني يبقى في دفع بصورة شهرية لاتحاد الملاك والعناصر الإدارية للعمار. الخصوصية، احنا قلنا اللي فاتت ممكن نضيف في الميزات الخصوصية، هنا أقل خصوصية، بنلاقي دايما ناس فوقينا ناس تحتينا، في جيران، في عمارة قصادنا، في حد كاشفنا، غير لما بنبقى مجرد فيلا في قطعة أرض. من العيوب برضو إن أنا في العمارة لا امتلك الا شقتي، لكن السلم، الاسانسيرات، الممرات الخارجية، كل ده مش تبعي، ده بيخص صاحب العمارة او بيبقى ملكية مشتركة بين الملاك. في البيع طبعا غالبا بيبقى ياخد وقت اطول في البيع. ليه؟ لان طبعا اي حد بيجي يختار بيلاقي مليون واحد عارض شقق للبيع، فبيبدأ يقارن ويفاضل، وممكن يقعد وقت طويل جدا عقبال لما يعرف يبيع الشقة بتاعته، خاصة لو هي في مكان غير مرحب بيه، يعني ان حد يدخل فيه يسكن فيه، فما بيبقاش فيه بيع سريع. طيب هندخل على اخر مجموعة او اخر نمط من انماط الاسكان، تصنيفات وحدات الإسكان على مستوى المجموعة السكنية. عندنا في 3 حاجات، في مساكن شبه متصلة، وفي مساكن صفية، وفي مساكن رباعية. هنقول كده فرق سريع ما بينهم، وبعدين هندخل نتعرف على كل نوع من الأنواع دي. مساكن شبه متصلة بيبقوا وحدتين، كل وحدة هي مستقلة خالص بذاتها، ولكن بيشتركوا مع بعض في حيطة، يعني في جنب من جوانب المبنى بيشتركوا مع بعض، كل واحد ليه المدخل بتاعه، ليه الباركينج بتاعه، ليه كل الخدمات الخاصة بيه، ولكن مشتركين في حيطة. دي بنسميها توين هاوس، يعني تلاقوا حاليا لما بتلاقوا الإعلانات وانتوا ماشيين في الشارع بتلاقوا من ضمنها كلمة توين هاوس، فدي أحد المسميات الخاصة بالمساكن الشبه متصلة. طيب في المساكن الصفية، دي بتبقى عبارة عن مجموعة وحدات متلاصقة كلها جنب بعض، ولكن كل واحد منهم ليه مدخل، يعني بدل الحالة اللي فوق هما 2 بس متلاصقين في جنب، لأ ده هما صف بحاله من البيوت متلاصقة جنب بعضها. بعد كده عندنا المساكن الرباعية، هم 4 وحدات كل 2 منهم بيشتركوا في حيطة، ولكل واحد منهم مدخل مستقل. طيب تعالوا كده نشوف كل واحد منهم. هنلاقي ان التوين هاوس او ممكن ساعات بنسميها دوبليكس، دوبليكس هنا مش مقصود بيها ان دورين في نفس البيت او في نفس الشقة، هنا دوبليكس ان الدبل هنا في ان في وحدتين جنب بعض، او بنسميها توين هاوس، ده اسم الاكثر شيوعا. يعني ليهم اساس انشائي واحد لكن بيتين منفصلين، ممكن يكونوا فوق بعض، ده بقى الدوبليكس بالمعنى اللي احنا فاهمينه، بس يكون دي وحدة ودي وحدة، فممكن يكونوا فوق بعض بحيث ان الدخول للوحدة اللي فوق بيبقى عن طريق سلم من جوه الوحدة اللي تحت، يعني بمعنى ممكن يكون
أسرة واحدة أو عيلة واحدة مكونة من أسرتين، فهم مشتركين مع بعض في مدخل واحد وبيبدأوا يدخلوا الواحدة من خلال التانية. الميزة الأساسية في النوع ده هو الاقتصاد في ثمن الإنشاء، لأن هو بنعمل منشآت مرة واحدة وبنبني البيتين جنب بعض، تمام. وعندنا في الصور هنا نماذج زي ما احنا شايفين اهو، ده الحيطة المشتركة، نفس الحكاية هنا، ده الفاصل اللي ما بينهم، كل واحد ليه مكان عربيته وليه استقلاله التام. طبعا شبه يعني هما في الغالب بيبقوا متماثلين في الديزاين بتاعهم، بحيث اللي بيشوفهم من بعيد يحس ان ده حاجة واحدة، بس بيبقى في الاخر ان هو مقسوم، معمول له بالظبط خط ميرور، ان في خط ماشي كده، يبقى ده تبع الاشخاص دي وده تبع الاشخاص دي. مساكن الصفية ليها كذا مسمى، يعني غير الرو هاوس، يعني رو هاوس اللي هي صف، تاون هاوس مش توين، دي بقى اسمها تاون هاوس او تيرست هاوس هوم، او اتاتشد هاوس او مالتي يونت هاوسينج، تمام. كل بيت بيشترك في حيطة مع البيت اللي جنبه، حيطة مع البيت اللي جنبه، وهكذا، بحيث ان كل الوحدات بتيجي متماثلة في عدد الادوار. طب لازم متماثلة في الشكل؟ لا مش لازم. لازم متماثلة في التصميم؟ لا. هنلاقي الصورة دي حتى موضحة جدا كده، واحدة ازرق، واحدة احمر، واحدة بني، واحدة نبيتي، واحدة عاملة ديزاين مش عارفة ازاي، واحدة ايه واحدة ايه، لكن عدد ادوار واحد، صف كده ماسك في ايد بعض وكده، وكله نفس عدد الادوار. طيب تعالوا كده اهو، لو احنا جينا بصينا على الرسمة دي هنلاقي اللي بالاصفر ده كده دي وحدة، يعني كاتب عليه اورز، حتى دي وحدتنا ودي وحدة ناس تانية ودي وحدة ناس تانية. مش متواجدة قوي في مصر يعني، بس يعني ايه اكتر بره، بس برضو لازم نبقى عارفينها، لربما حتى تظهر يعني قريبا في اي مدينه من المدن الجديده اللي بتتبني. البلان بتاعها يبقى بالشكل ده، هنلاقي ده لاي اوت عباره عن صف اهو، ده كده صف، فهنلاقي دي وحده 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 وحده، وهكذا، كل واحده من دول وحده مستقله غير التانية. طب هنا ده بقى البلان، هنلاقي المربع ده كده اهو، ده وحده ودي الوحدة التانية. طب هما متماثلين في التصميم؟ لا خالص، تمام. هما هنا معمولين ميرور، بس هو مش شرط يبقوا متماثلين في التصميم، اهم حاجة عدد الادوار، او يعني دي تختلف عنهم شوية. نيجي للمساكن الرباعية كوادروبليكس. دي اربع مساكن بيشتركوا مع بعض، يعني هتلاقوا في حيطة هنا بتربط ما بين البيتين دول والبيتين دول، وكل بيت ما بين دول يفصله حيطة، فادي شكل رباعي، ادي شكل تاني رباعي، جايب اتنين لاي اوت واتنين بلان، ده شكلهم في المدينة، اربعة 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 كوادروبليكس. وفي هنا نفس الحكاية، دي كده واحدة اتنين تلاتة اربعة، برضو مش مشتهرة قوي بس برضو لازم نبقى عارفين. طيب تعالوا ناخد مثال على حاجة موجودة في مصر، كومباوند سكني لسه هينشأ في او يعني جاري انشاؤه في العاصمة الادارية، اسمه لافيستا. هناخد فيه هنشوف هو محقق نماذج ايه من النماذج اللي احنا قلناها، عشان نحس يعني شوية بحاجة واقع ملموس، الانواع اللي احنا اخدناها دي ممكن تبقى موجودة ازاي وموجودة بالفعل في مصر. طيب احنا هنتكلم على لافيستا سيتي في العاصمة الإدارية الجديدة. ده الماستر بلان بتاعها، هنلاقي ان هما كاتبين المكونات بتاعتها، المداخل الرئيسية، الانواع، ايه الحاجات السكنية، اماكن الخدمات، وهكذا. كاتبنا هنا دي ما تهمناش قوي دلوقتي، احنا عايزين نشوف ايه النماذج السكنية او الانماط، احنا عايزين نشوف ايه الانماط السكنية من الحاجات اللي احنا اخدناها موجودة في لافيستا سيتي. طيب تعالوا دخلنا على الموقع بتاعهم،
اسم البروجكت ونبذة عنه ومكانه ومساحته وهكذا. تعالوا بقى شوفوا في وسط الداتا اللي مكتوبة كاتبين ايه. units type، في عندنا الفيلز، عندنا التاون هاوس، وعندنا التوين هاوس. فهم هنا محققين ثلاث انماط من انماط الاسكان اللي احنا اتكلمنا عنهم، الفيلات والتاون هاوس والتوين هاوس. تعالوا بقى نشوف النماذج اللي هم عاملينها لكل نوع من او نمط من الانماط الثلاثه. والجميل قوي ان احنا هنشوف مقارنه لنفس التصميم المعماري، يعني هنشوف الثلاث اشكال بنفس التصميم المعماري، بس مره على شكل فيلا، مره على شكل تاون هاوس، ومره على شكل توين هاوس. اول حاجه الفيلا، مجموعه من الفيلات زي ما احنا شايفين، فيلات منفصله، كل فيلا ليها مكان العربية بتاعتها او الباركينج بتاعتها، والجزء الارض او الجنينة الصغيرة بتاعتها. طيب تعالوا نشوف النوع التاني، النوع التاني هو التوين هاوس. زي ما احنا شايفين هو نفس تصميم الفيلا بالظبط، ولكن كأني جبت فيلتين ودمجتهم مع بعض. فهتلاقوا كده، نحط لكم الخط الأصفر ده كده الفرق ما بين وحدة ووحدة. هنلاقي ان هم بالظبط كأن معمول ميرور للوحدة السكنية، والوحدتين ملتصقتين ببعض، وكل واحدة ليها المدخل بتاعها والباركينج وهكذا، ولكن الجنب بتاع الحيطة المشتركة ده مفهوش الفراغ اللي جنبه. طيب تعالوا نشوف بقى على نفس التصميم، لو خدنا منه بقى التاون هاوس او اللي هي المباني الاتاتشد او الصفية، اللي هي بيبقى صف كامل من المباني جنب بعضه اهو. ده كده هنلاقي ان احنا عندنا صف مكون من ما لا يقل عن 4 وحدات جنب بعض، لان هي الصورة مقطوعة من الناحية التانية. فاحنا عندنا صف من المباني ورا بعض ورا بعض، لحد ما بيجي فاصل البلوك السكني اللي هو بيبقى فيه شارع، ويبدأ صف جديد من المباني. فده كان مثال حسيته واقعي وظريف وموجود في مصر، او هيبقى يعني جاري تواجده في مصر، بيبين الفرق بين الانماط المختلفة. وفي ناس بتفضل ده، يعني ليه هي تجمع سكني ما كان يقولوا كل واحد كله يبقى فيلا وخلاص، لا، في ناس بتفضل ده، في ناس بتفضل ده. وزي ما احنا اتكلمنا عن مميزات وعيوب كل واحد، وحسب كل اسرة والافضلية بتاعتها ايه، وبناء عليها بتبدأ تختار. طبعا مش هننسى الفرق في السعر ما بين كل نوع والتاني، اكيد الفيلا بيبقى اعلى سعرا نتيجة للخصوصية، لكن زي ما احنا شايفين ده نموذج حبيت ان انا اوريه لكم استكمال، يعني ملخص كده للي احنا قلناه في المحاضرة، ونموذج حي لحاجة موجودة في الطبيعة. دي كده محاضرة النهاردة، محاضرة خفيفة على عكس المحاضرة اللي فاتت كانت دسمة شوية. اتكلمنا فيها على انماط الوحدات السكنية، وشفنا ان الفرق بين كل نمط والتاني هو فرق في التصميم او في شكل الوحدة، او ممكن مش شرط الاختلاف في التصميم، الاختلاف في الشكل العمراني، يعني طريقة تجميع الوحدات مع بعض زي ما احنا شفنا، وشفنا الوحدات المستقلة، وشفنا طرق التجميع، وشفنا تحت كل نوع او نمط من الانماط ايه الاشكال المختلفة اللي بتندرج تحت النمط ده. واكتشفنا ان في انواع كتيرة ممكن ما كناش عارفينها، وشفنا ان حاليا التوجه ان بيبقى فيه كذا نمط مش نمط واحد، يعني كنا زمان بنفتكر ان هو فقط فيلات او عمارات، بدأنا نشوف ان في اشكال تانية وانماط تانية، وشفنا مثال ازاي نمط زي كده متحقق ازاي، يعني بالفعل في تنوع في الانماط بدأ يبقى موجود في التجمعات السكنية الجديدة. و ان شاء الله اي استفسارات، اي مناقشات حوالين المحاضرة، اي assignments هتبقى في الميتنج اونلاين في ميعاد المحاضرة.
وبالتوفيق وشكرا.